السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا. كيف حالكم؟ إن شاء الله الجميع بخير. سعيد باللقاء معكم، آخر لقاء خلاص. قد انتهى الكورس والحمد لله على البلاغ، سعيد بأمانة بأنه كنت يعني مع مجموعة جميلة. صحيح طلاب التحليل المالي ما تحضرون مثل طلاب المراجعة، ولكن اللي يحضرون فيهم الخير والبركة. شكرا لك ماجد، شكرا لك العنود على التزامكم بالحضور دائما. وبأمانة في يعني اللقاء الأخير ممكن يمكن البعض يعني المتوقع أن بيشوفونا عن بعد أو آسف مسجلا، فإن شاء الله أنه يكون لقاء يعني ما فيه شيء ثقيل، ويكون يمكن اللقاءات الماضية شوي ثقلت عليكم أنا معلومات وتطبيقات عملية وما أدري إيش. فلا، اللقاء هذا بيكون ما فيه يعني أنا ما في حاجة نقولها، يعني خليني أشارك معكم سلايد. هو عبارة عن اليوم وفقط، هي عبارة عن اللقاء 12، هي المراجعة والختام. ما في أي حاجة، ما في كبسولة أسئلة. يعني أنا اليوم بالعكس جاي أبي أسمع منكم، اللي عنده سؤال، عنده استفسار، حاجة ما فهمها، حاجة حاب يستفسر عنها، سؤال جاء في باله، معلومة حاب يطرحها فيما يتعلق بالمقرر، سؤال يتوقع أني ممكن أفيده فيه في مجال مالية استثمار، لا يتردد. شيء مش مفهوم في المنهج حاب نوضحه، اليوم زي ما يقولون المايك عندكم، المحاضرة لكم، فأنا حاب أسمع منكم. أكرم نحلل شركة باع عظيم. والله اليوم ما راح أستعرض شركات، بس إذا أنت حاب يعني أتكلم لك عنها كإجابة سؤال لك يا أكرم، أبشر بالخير، أنا ما عندي مشكلة. بس أنه ما راح اليوم، ما يعني لن تكون عندي حالات عملية، بس عادي تبقى أجاوبك عن الشركة، أجاوبك ما في مشكلة. كإجابة لك شخصية. لا مو مشكلة، ما أدري والله شنو المعنى، لا مشكلة، أجاوبك يعني ولا تبقى ما تتكلم عنها. طيب، على ما أكرم يكتب غيره يا أخواني العنود ماجد، إذا ممكن أبشر بالخير يا أكرم، أبشر بالخير. طبعا ما أدري والله استفسارك بالضبط عن شركة باع عظيم، يعني هل هو جودة استثمار؟ أول حاجة قبل ما أتكلم، أنت ناوي تأخذ الشركة مضاربة ولا استثمار؟ عشان نقدر نسولف. مضاربة. شوف، أنت كمضارب في الشركة ضروري جدا أنك تراقب السهم. يعني في بعض الأسهم لما تقول والله ناوي أضارب فيها، أقول لك يعني زي ما تقول نام وأنت مرتاح زي ما يقولون. في شركات لا، يعني لابد أنك تكون نوعاً ما مركز صح، من ضمنها شركة باع عظيم، لأنه بعض الشركات هذه اللي زي باع عظيم أو غيرها من الشركات الصغيرة هذه تكون عليها حركة، ممكن مضارب السهم أو مالك السهم يحركها يعني نزولاً أو صعوداً في جلسة واحدة، أنت تكون يومها مشغول عن السوق. طيب شلون هذه أداركها يا دكتور؟ مثلاً أنت قررت تشتري السهم، شريته مباشرة، مباشرة ارفع طلب بيع بسعر محدد
وحط السعر، لا تترك الموضوع عائم انك تمسك السهم ولا تضع له امر بيع، لانك انت مضارب في النهايه، ما شريت انا ناوي تبيعه. هذه واضحه اكرم قبل ما ادخل في الموضوع، واضحه؟ حلو. في هذه الحاله احنا متفقين، اذا في هذه النقطه متفقين. شوف طبعا تعتبر شركه باع عظيم ترى ما هي من الشركات العاليه المخاطر بامانه، يعني لو نقيسها بشركات المضاربه الاخرى ترى ما هي بتعتبر خطره، يعني ما تقارنها مثلا بانعام، ما تقارنها بالكابلات، ما تقارنها مثلا بالشركات شمس، هذه شركات خطره في المضاربه. باع عظيم يعني لا شوي نقول فيها نوع نقول المضاربه شوي الامنه، المضاربه الامنه. طبعا شركه ما ادري شيكت عليها ولا لا، شركه توزع ارباح سنويا، عندها توزيعات ارباح سنويه يعني تقريبا ما تقل عن ريال سنويا، ما تقل عن ريال، لو ترجع لتوزيعات ارباحها ما تقل عن ريال، تعتبر يعني ربحيه السهم معقوله جدا، ولكن ممكن المعايير هذه اللي اقول لك اياها انا معايير الشخص مستثمر. انت كمضارب انا اشوف انك تصبر على السهم شوي، تصبر عليه شوي، يعني اعتقد ان في امامه نزول، بس راقب اكرم، ترى ممكن النزول هذا يصير بكره، ترى ممكن يصير بكره، ممكن يصير بدايه الاسبوع الجاي. لذلك انا افضل طريقة أخرى، حط طلب شراء بسعر أنت رقبان فيه واتركه، واتركه. وخلي متى ما ينفذ ينفذ. ولكن أشوف سعره الآن في مجال إن شاء الله أنه نوعا ما ينزل. يعني حتى الآن لو شيكت لك مثلا أنا على الشاشة، هو اليوم قفل على 107.20، وصل في نفس وقت الجلسة إلى 106، يعني ترى تجد واحد ضارب فيه على ريال عادي، ترى في مضاربين عادي يرضيهم ريال أو ريال ونص يكفيهم، ترى يشتري ب 106 ويبيعه ب 107.20، ريال و20 هللة في السهم بالنسبة له أوكي مكسب عادي، في ناس يسمونها مضاربة لحظية يسويها في نفس الجلسة، بس هذه لازم تكون شاري كميات كبيرة من الأسهم عشان تصير مجزية. طيب أي سؤال ثاني في المنهج، حاجة ثانية تفضلوا، اليوم المجال لكم مفتوح، ما أبغى أجيب لكم حالة عملية وأشغلكم، يلا في حاجة مش واضحة. طيب أنا اللي الآن بسألكم، أنا مثل ما سأل طلاب المراجعة ومثل ما بالعادة أسأل طلاب السنوات الماضية، وهي يعني خيار، تبقى تجاوب ما تبقى تجاوب قرار لك. هل يوجد شيء مقرر مثلا كنت تتمنى يكون موجود وما حصلته، أو حاجة شفت إنها جيدة وتنصحني أستمر فيها، أو العكس حاجة تشوف إنها غير جيدة وتقول لي لا والله يا دكتور هذه اتركها غير جيدة، أو حاجة تحس إنك استفدت منها وتقول دكتور والله أنا هذه مفيدة يا ليتك تبقى عليها. ليه أنا ليه أسأل طلاب وطالبات هذا السؤال دائما؟ على أساس السمسترات التالية أبدأ أحسن، مو يقولون في الشركات أسأل العميل، فالآن إحنا نسأل الطلاب. فشو اللي نصيحة حاجة تأيدونها نستمر عليها، حاجة ترغبون أغيرها؟ إن شاء الله إنكم ناجحين بمشيئة الله، إن شاء الله درجاتكم عالية، بس من باب النصيحة للدفع القادمة.
ما في أي حاجة؟ العفو يا ماجد، العفو. ربي يرفع قدرك وشكرا لك، شكرا لك يا أكرم، شهادة أعتز فيها من أخ عزيز وكريم، شكرا لك يا أكرم. يعني نقول اللقاءات المباشرة نبقى بنفس الطريقة، تنصحوني أستمر فيها مع الطلاب الشعب القادمة؟ ممتاز. في حاجة تبغون أعدلها الطلاب والطالبات الفصل القادم؟ طيب إذا كان كذا ممتاز فالحمد لله. طبعا يا إخوان أخوات، يعني ضعوا في بالكم حاجة مهمة. الآن انتهت علاقة دكتور مع طالب ودكتور مع طالب، انتهت الآن، خلاص هذا آخر لقاء. الله يجمعنا معاكم في كل خير. وما يبقى إلا زي ما يقولون علاقة الطيب والزمالة. لذلك لا يتردد أي منكم في التواصل معي لو محتاج حاجة يتوقع أني بفيده فيها. أي حاجة تتوقع أنه ممكن أفيدك، استفسار في الاستثمار، في المالية، حاجة اقتصادية تتوقع أني ممكن أفيدك فيها، أنا لا تتردد. يعني أنا دائما فاتح جسر التواصل بيني وبين الطلاب والطالبات حتى بعد ما يتخرجوا. يعني إلى الآن في طالبات وطلاب يتواصلون معي إلى فترة، كنت أتوقع الأسبوع الماضي، لا بداية الأسبوع كان جاتني يعني رسالة من أحد الطلاب يستفسر عن شباب كان دارس عندي العام الماضي. يعني الحمد لله، الشيء هذا بالعكس يسعدني أنا. بالعكس، تعال واستفسر بما أنك ترى أنه ممكن أفيدك. يعني لا تتوقع أنه أوه خلاص تخرجنا ما راح يرد، لا بالعكس. حبيت تتواصل معي عن طريق الإيميل، إيميلي موجود في المنتدى. حبيت تتواصل معي في حسابي في تويتر، يا مرحبا. في أي وقت، يا مرحبا فيك. طيب أكرم شو يقول؟ لكن طريقة العمل والفيديوهات الواقع جعل المنهج من أجمل المناهج لي في التخصص. الله يرفع قدرك. شكرا لك يا أكرم، شهادة أعتز فيها، شكرا لك. الحمد لله إنه يعني كانت الفيديوهات والعملي فادكم. وبالعكس الآن ممكن صار في أمور تعرفها، يعني في التحليل المالي وسوق الأسهم وكذا عمليا. ولو حبيت أنت توسع تقدر، يعني مثل موقع تداول، دخلنا موقع تداول مرتين أو 3 مرات ولا غطينا ولا حتى ولا 10% من الموقع. فعليا ما غطينا شيء من الموقع، في حاجات كثيرة ما تكلمنا عنها. بإمكانك أنت الآن تبحر في الموقع وتبدأ تبحث وتقرأ فيه. ما شاء الله تبارك الله. الله يوفقك يا أكرم ويرزقك ويبارك لك يا رب. أي سؤال أو استفسار يا إخواني وأخوات؟ ربي يوفقك. بالعكس، إنك تعتمد في الشراء على التحليل القوائم المالية والمؤشرات المالية، هذا شيء ممتاز، ممتاز جدا. وأنصحك إنك تميل للاستثمار أكثر من المضاربة. دائما النتائج الاستثمار على المدى البعيد أفضل. يعني مثلا أنت روح شوف سهم، مثلا يعني نقول مثلا مثال سهم مستشفى الدكتور سليمان حبيب مثلا. السهم هذا العام الماضي 2020 شهر فبراير
كان سعره تقريبا 50 ريال اللي هو سعر الاكتتاب، تقريبا 50 ريال. اليوم كم سعر سهم مستشفى الدكتور سليمان حبيب؟ انا اشيك لكم بمعنى، ايوه الان سعره 168 شهر فبراير العام الماضي 50 ريال. ف 168 الان، شوف كم ضعف. دائما الاستثمار على المدى البعيد مفيد. جد وفعلا كان عندي سؤال واحتاج اجابه من ناحيه التداول، ما شاء الله تقريبا غطيت كل شيء، والله شهاده اعتز فيها جد، ربي يرفع قدرك. بالعكس يعني انا ممكن اختلف معك في نقطه، ما غطيت شيء، يعني اللي غطيته فعليا ولا يصل حتى 10%، اقل ممكن حتى من 10%. يعني في حاجات كثيره كثيره لو كان في وقت كنت اتمنى افيدكم فيها، بس يعني اللقاءات دائما قصيره، يعني اقل من 45 دقيقه، فمحتاجين نعطيكم اضاءات في التحليل المالي، اضاءات في التحليل المالي، وان شاء الله لها فادتكم باذن الله. أي سؤال قبل ما نختم؟ طيب، إذا استودعناكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وكنت سعيد جدا بأمانة باللقاء بكم طوال هذا الكورس، مرت الأوقات والأسابيع سريعة بأمانة. كذلك سلام وتحية خاصة أيضا بمن سوف يشاهد اللقاء مسجلا. كنت أتمنى أنه أسعد باللقاء بكم، ولكن أكيد لكم ظروفكم اللي أنتم معذورين فيها، ومن كان يحضر أيضا والله سعدت بكل نقاش وبكل سؤال كان موجود. استودعناكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم.